السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيناكم فيديو جديد، حلقة جديدة كونسيرمون الهجرة. فاليوم غادي نهضروا على الأسترالي بالنسبة للناس اللي باغيين يهاجروا لأستراليا، الناس اللي عندهم كي كنقولوا بعض المميزات اللي يقدروا يتيحوا لهم الفرصة أنهم يهاجروا. فكي وعدناكم كل نهار تقريبا تنديروا حلقة على الهجرة وتنديروا لي زوفر دومبلوا. قبل ما تنحطوا أي فيديو تنديروا دراسة وتنتأكدوا من مصدر الخبر وتنديروا يمكن نقولوا اون اتيود دو مارشي على طرق الهجره الشرعيه والقانونيه، عاد كنلوحوا لكم الفيديو. فبعد التحليلات والابحاث اللي درنا لقينا ان استراليا عندهم حتى هما نقص في يد العامله، وكيطلبوا عاملين معاهم وكيطلبوا ليد العامله، وعندهم نقص حاد في يد العامله. فلهذا كاينين بزاف ديال طرق الهجره لاستراليا، فما بينهم ديما ولينا كنمشيو كنتبعوا بزاف ديال المصادر في هذه القناه هذه اللي بيان سور لو سيرفيس لي طالمون غراتوي ممكن تخلص لها ديال جوج في اطار المساعده وفي اطار نكونوا من حسن الى احسن ان شاء الله. كي كنقولوا لك اي واحد شي بارطاجي شي انفورماسيون ف باش الفائده تعم الجميع. فلقينا طرق باغمي الطرق اللي كاينين، وهي تهاجر استراليا عبر كي كنقولوا جمعيه، انك تمشي متطوع، انك كاينين جمعيات اللي لقيناهم اللي كيطلبوا متطوعين وعندهم نقص حاد في المتطوعين، يمكن لك تهاجر او لا تهاجري كمتطوع لاستراليا كسوا الذكور والاناث عن طريق الجمعيه. هذه الجمعيه هذه او لا تمشي اطراف اوفر دومبلو، حنا غنفسروا لي دو. الجمعيه ممكن انك تنخرط فيها ودير طلب انك تلتحق بهم كمتطوع، لا قبلوا لك الدوسي ديالك غادي يوفروا لك عقد العمل والفيزا وحتى البي ديال الطياره انك تهاجر عندهم بلا ريال بلا جوج، يخلصوا كل شيء اللي بيزوان وتهاجر. ومن بعد غير هو كاينين بعض الالتزامات، شنو هما الالتزامات؟ الا هاجرتي اطراف الجمعيه كيكون كتسيني مع واحد الالتزام انك مع الاقل تبقى معاهم واحد 6 شهور ولا عام كمتطوع، ما تخدمش معاهم فابور بيان سور. كيوفروا لك السكن، اللوجمون، الماكل والمشرب، وكيعطيوك واحد لو سالير اللي هو مينيم، ماشي كانك خدام ولكن باش لكي مسايرات ظروف الحياه. هاد لان انت كتعتبر كمتطوع ماشي خدام معاهم، ولكن اون باراليل كيقدروا يعطيوك واحد الوقت نص ديال الوقت ديالك انك تقلب على خدمه وتخدم في بلاصه اخرى، ولكن خاصك تخصص نص ديال الوقت للجمعيه. جمعيه كتكون غالبا في السوسيال، الجمعيات اللي لقينا كيكونوا في السوسيال، كيخدموا مع الناس العجزة، كيوفروا لهم الرعاية، الأطفال المتخلى عنهم كيوفروا لهم الرعاية، وهذا دوك خصهم متطوعين اللي غير عاود الناس هادو أترافير الجمعية. فممكن أنك تهاجر أترافير الجمعية، داكوغ. غادي نخلي لكم روابط في صندوق الوصف باش تدفعوا الدوسي ديالك. شنو هما الملتزمات باش تمشي أترافير الجمعية؟ خصو يكون الدوسي ميديكال ديالك مزيان، ما يكونش عندك مرض مزمن. فاش يطلبوا منك الوثائق تجيب لهم شهاده طبيه من عند محلف، ماشي من عند اي طبيب كما كان، لا تجيبها من عند محلف باش كتكون داك الشهاده عندها مصداقيه وكيقبلوا لك الدوسي ديالك. يكون عندك ان بون نيفو لينغويستيك. شنو هو ان بون نيفو لينغويستيك؟ تكون عندك ثقافه عامه، تكون بريزونطابل، وتكون عندك واحد كيف كنقولوا واحد ل... 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 واحد لو بلوس، صافي عندك واحد الميزه كتميز بها كسوا في اللباقه مع الناس، كسوا في لا كومونيكاسيون، انسي دو سويت. فما كيقبلوش باردون، ما كيزيروش بزاف في كي كنقولوا في الطلبات ديالهم، لان الجمعيه عندهم نقص حاد في المتطوعين. غادي نخلي لكم الرابط ديال الجمعيه صندوق الوصف، لان صندوق الوصف هو لو تيتر كتكليكي عليه كيخرجوا لك الروابط اللازمه، تكليكي على رابط الجمعيه تدخل تعمر الطلب ديالك، السيمانه ديالك. كذلك هو مثال كنخليوها حتى في لو بخومي كومونتير، التعليق رقم واحد، كتطلع التعليق رقم واحد كدير ليه بلوس ولا اقرا المزيد، كتشوف لابار دانفو، لابار دانفو هي ديك البارا اللي كتطلع وتهبط، تقلب على ديال الصندوق باردون اللينك ديال الجمعيه، تكليكي وتدخل تعمر السيمانه ديالك، الجمعيه اللي كاينه في استراليا. ف كي كنقولوا كيطلبوا ياقه بدنيه تكون مزيانه، تكون اون بلان فورم، ما يكونش عندك مرض مزمن، ويكون عندك ان بون نيفو لينغويستيك باش تلتحق بهذه الجمعيه. وكاينين الناس مشاو وكاينين الناس مازال غادي يمشيو، وحنايا في هذه القناه هذه ديما تنجيبوا الجديد، ديما تنحاولوا نجتهدوا باش كي كنقولوا نجيبوا حوايج اللي هما جداد
والناس اللي يقلبوا الهجره يهاجروا بطريقه قانونيه وشرعيه. فهذه من جهه. من جهه اخرى كاين الناس اللي يقدروا عاوتاني يهاجروا عن طريق الحافه ديالهم. فاستراليا كتطلب صناعيه كسوا قباص جليجي حداد بلومبي تريسيان حلاق ميكانيسيان شوفور بوالوغ اوديتور اوديتريس تكنيسيان سبيشاليزي الناس اللي قاريين جيستيون دونتربريز الناس ديال الكول سنتر الناس اللي كيخدموا في لاغريكولتور في الفلاحه انسي دو سويت. غنخلي لكم لي زوفر دومبلوا اللي الشركات اللي هما كيطلبوا يد العامله من على برا لينا عندهم نقص حاد دونك دايرين دي زوفر على برا الناس اللي هما على برا استراليا اللي باغيين يبوستوليو. فالاخبار هذو كنحطوهم حتى كنتاكدوا من مصداقيه الخبر. اي واحد عنده شي حرفه ولا صنعه يدخل لابار دانفو لو تيتر كليغ بلوس ايقاع المزيد وقلب على الحرفه ديالك. كنتي جليجي قلب على جليجي بلومبي انفيرمي بوشي جزا ميكانيسيان اي لقيتي الدومين ديالك كليكي على الرابط دخل عمر السماره صيفط السي في ديالك وحد موفق للجميع. فا اون فوا يتقبل الدوسي ديالك بيان سور ايل فون فو دوموندي باش تعطيهم الوثائق اللازمه كشهاده طبيه. ما تصيفطوش لهم شهاده طبيه مع اي واحد. من الاحسن تكون عند محلف. لا طلبوا منك شهاده الخبره. شنو هي شهاده الخبره؟ وهي انه اون اتيستاسيون كي بروف ان عندك التجربه في المجال باغ اكزومبل ميكانيسيان ولا خياط وطلبوا منك الشهاده ديال الخبره. كتشوف المقاول اللي انت خدام معاه ولا كتشوف الا كنتي مقاول ذاتي كتعطيهم البطاقه ديالك تصيفطها لهم ولا كتشوف داك الخياط اللي انت خدام معاه ولا ميكانيسيان اللي خدام معاه ولا الشركه اللي خدام معاها تعطيك واحد الوثيقه ولا تصريح على انك عندك ليكسبيريونس في داك المجال كخياط كسودور كصناعي تعطيها لهم يكون الخاتم الكاشي ديال الشركه بلوس ليغاليزي لي دوكيومون وتصيفطها لهم باش يقبلوا لك الدوسي ديالك. ولا كنتي غادي تترجم الوثيقه شي وثيقه ترجمها من الاحسن ترجمها مع الترجمان محلف باش يقبلوا لك الدوسي ديالك. كاين شحال من واحد كيقبلوا له الدوسي كيجي حتى للخاو كيخسرها كيمشي لعند شي سيبر ولا كيمشي شي عند شي حد كيدير له جوجل ترادكسيون باش يترجم ليه شي وثيقه وكيصدق كي كنعرفوا جوجل ترادكسيون ما كيخرجش داك الشيء بيان كوم يلفو كيصدق مخسر لوبورتونيتي ديالو على والو مخسر لوبورتونيتي ديالو على والو جاتو الفرصه حتى عندو خسرها. دونك ماشي تشطر على والو لا جاتك الفرصه سير عند محلف اللي كيدير الترجمه يترجمك الوراق ويدير لك الكاشي وتكاليزيهم لي بابي يكونوا اون ريغل ما كتعرفش تعمر شوف شي صديق يعمر لك ولا شي واحد من العائله ولا شي سيبر ولا شي واحد كيدير الترجمه يعمر لك الفورمولا. كي قلنا عن المقاريب ان شاء الله غنخدموا معنا شي واحد يكون معطى رقم القناه ديالنا وغادي نخلصوه من المالنا الخاص باش يبدا يعمر الاستماره للناس اللي ما كيعرفوش يعمروا الاستماره فابور بلا ريال لا جوج. غادي نبقاو ديما في هذا المنهج ديال فابور في اطار المساعده انك لقاو لك لو ليان ان نعمروا لك الاستماره كلشي يدير لك في الدوسي ديالك كانك خدمتي مع اولا توجهتي لمكتب الهجره اولا بيرو ديميغراسيون سوف كو لو سيرفيس غيكون غراتو فابور. فهاد الشيء هذا ديما غيكون فابور ما كاينلاش الواحد يمشي لمكتب الهجره ويضربوه تينقص 5 المليون 10 المليون ولا 15 المليون. فهاد الشيء هذا كنعتبره حنايا متجاوز وحشومه. كاينين الناس باغيين يهاجروا ما عندهمش لي مويان وما عندهمش كي كنقول اصلا اللي باغي يهاجر وباغي يخدم باغي يدبر على راسو كيمشي لمكتب الهجره كيضربوه ب 1000 درهم ديال الفري دو كونسلطاسيون كيعمروا ليه الدوسي بحال اللي غنديروا معكم حنا دابا وفي الاخر تقبلك الدوسي كيضربوه بثمن خيالي. هادشي حشومه عيبوها كون كانوا اثمنه مناسبه ماشي مشكل فاش كتشوف اثمنه خياليه حشومه. فهاد لو سيرفيس حنا كنديروه غراتويتمون. كنعرفوا ان بعض مكاتب الهجره كيدخلوا ينتقدونا لان حنا كنديروا هادشي فابور وما كيضربوا فيه الفلوس فينتقدوا كما بغاو حنا ما عندناش مشكل في هادشي. هذا حنا بغينا نديروا هادشي فابور باش نتعاونوا مع الناس ونكونوا من حسن الى احسن. بارطاجيو الفيديو الله يخليكم ديروا ابوني اللي مازال ما تابوناش بارطاجي الفيديو. تقدر تعتق شي واحد اللي كيقلب على خدمه ولا باغي يهاجر وتعتقوا ولا تساعدوا كيف تبغي خير راسك تبغيه الناس كيف يجيب لك الله حتى شي واحد اللي يبارطاجي معك شي مره شي فيديو ويكون سبب باش تخدم ولا باش تهاجر. كي كنقولوا كي تبغي الخير راسك تبغي الناس باش ربي يصيفط لك اللي يدير معك حتى الخير. فهاد الشيء اللي كاين لا عندكم بعض المقترحات خليهم لي في الكومونتير. لا شي واحد ما لقاش له في دومبلوا في التخصص ديالو يكتب لي لومبلوا ديالو شنو التخصص ديالو في كومونتير الفيديو المقبل نقلب ليه على لومبلوا كونفينابل سولون التخصص ديالو. هادشي في حاله لما لقيتيش
التخصص ديالك في الكومونتير في صندوق الوصف. الى الفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله، الله يعاونكم، تبارك الله عليكم.